تحت إشراف مديرية الثقافة والفنون لولاية ولاد جلال، احتضن برج الدوسن الأثري معرضاً متنوعاً للصناعات التقليدية والحرف في طبعته السابعة، والذي عرف توافداً كبيراً للحرفيين من مختلف الولايات. شكل أخمى من ولاية زيوزو، جاب لك لبسة تقليدية أمازيغية وبربرية، جبت لك لبسة قبائلية تاع ثوراث، وجبنا لكم الفخار تاع ثوراث هكا، وجبنا لكم كما يقولوا الصباط تاع ثورات. رانا من ولايه سميده، نخدموا هذه الاواني خشبيه، فيها المهرس، فيها المغرفه، فيها القصعه، فيها القصعه بكل انواع كبيره صغيره. رانا معروفين دائما هنا في الغرفه، رانا موالفين نجيو معارف بزاف نجيو هنا. قمنا بالمشاركه في مهرجان الطبعه السابعه، وكان نشاط الجمعيه متمثل في عروض فرسان من جميع الولايات، وزاد تنظيم سباق خيل وعرض للسلاح التقليدي بفرقة أشبال البوازيد الفروسية والفانتازيا. هذا اللباس التقليدي يتمثل في اللباس الأبيض، يتمثل في الأصالة، أصالة البوازيد. أما اللباس الأسود هذا الفرق الفولكلورية للسلاح التقليدي، يتمثل اللباس التقليدي من القنور والجيلي والسروال. جمعية تاعنا اكتشاف ترقية المواهب، فيها أنواع المنتوجات اللي تخدمها كيما اللباس التقليدي، كيما الحولي، كيما الأشغال اليدوية للمرأة المكيثة بالبيت. عندنا حوايج تاع التراث نحافظوا عليها، كي الحنبل، الزربية، البارود، الكحل، حوايج اللي تمثل التراث تاعنا تاع ولاية بالسكرة. كاين عندنا فروع تاع جايبين العسل، جايبين زيت الزيتون، الرب، بمشتقات النخيل بما يتعلق. وعندنا تاني فرع واحد اخر من ولايه بجايه، جايب تاني العسل والادويه تاني. احنا يا صحابتي ميمون، جمعيه سما صدوحة، وهذا الصناعه نتاع المنتوج نتاعنا من الجد للجد، الصناعه نتاع الفضه، والصناعه نتاع السيوف، والصناعه نتاع السكاكين، والصناعه نتاع الجلد. والسلام عليكم وتحية الجزائر. مثل هذه المعارض النوعية والمتميزة دائما تجمع مبدعي الجزائر بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم، لتثبت أن الجزائر قارة بحد ذاتها.